اخوه كان منهار، اخوه قاعد يصرخ ويقول عايز حق اخويا. خالد كان اخد اخو الشهيد في حضنه وبيقول له حق اخوك راجع. ربنا معاك، مش هسيب اخويا، انا مش هسيب تربته. تعالى بس المصحف يا عبد الله، عبد الله مات وهو حاطط المصحف على دماغه. اعداء الوطن ما ادالوش فرصه ان هو يساعد اخواته. مات عشان يحمي تراب بلده. خالد كانوا مسمينه في قريته جابر الخواطر. هي دي حياتنا. خالد قبل ما يستشهد كان حاسس ان لحظه الفراق قربت، ساب وصيه لوالدته: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشهداء هم اللي بيصنعوا مجد وكرامه الامم، وعلشان كده ربنا كرمهم وحطهم في مكانه كبيره. وزي ما قلت لحضراتكم في الحلقه اللي فاتت ان في ابطال ضحوا عشان الوطن لكن ذكراهم لسه عايشه جوه في قلوبنا. انا الشهيد الحي باقيا رمزا وفخرا وفارسا لمصر ولاوطاني، فان غيبوا جثماني في الثرى فما غيبوا مجد اوطاني. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن ملحمه وبطوله الشهيد النقيب البطل خالد مغربي والملقب بالدبابه، وهعرض على حضراتكم وصيه خالد مغربي قبل استشهاده. وهنسلط الضوء النهارده مع حضراتكم على الجانب الاجتماعي في حياه الشهيد واللي كتير من الناس ما تعرفهاش. كل التفاصيل دي معايا النهارده، استنوني بعد الفاصل. لو انتوا اول مره بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوفوا. قبل ما نبدا حلقه النهارده احب اوجه خالص عزائي لاسره الشهيد البطل المجند محمد رضا احمد مندور ابن مدينه بورسعيد، رحم الله الفقيد والهم زاويه الصبر والسلوان. واحب اوجه رساله تهنئه لاخويا وحبيبي بيبو ترند عشان قناته رجعت تشتغل تاني ورجعت فعل عليها الربح، لان بيبو في الفتره اللي فاتت كان بيتعرض لهجوم ممنهج على قناته وكان بيتقدم في القناه بلاغات كيديه ادت اللي القناه قفلت، لكن الحمد لله ربنا موجود ورجعت قناه بيبو ترند تشتغل تاني، وهتلاقوا لينك القناه في اول كومنت. حكايه الشهيد البطل معانا النهارده للنقيب خالد مغربي من مدينه طوخ محافظه القليوبيه، ضابط في الصاعقه المصريه بيخدم في الكتيبه 83 في سيناء. خالد محمد كمال مغربي او زي ما سموه الدبابه. خالد اتجوز قبل استشهاده باربع شهور وراح عشان يخدم تراب بلده، وساب مراته حامل وما شافش ابنه. قبل ما نتكلم النهارده عن قصه استشهاد البطل خالد مغربي، عايز اقول لحضراتكم اللي هو كان في جنازه صديق ليه، واخوه كان منهار، اخوه قاعد يصرخ ويقول عايز حق اخويا. خالد كان اخد اخو الشهيد في حضنه وبيقول له حق اخوك راجع. عايز حق والله انا عايز حق اخويا كده كده حق اخويا الدنيا لايقه حق من وعشان نعرف ملحمه استشهاد النقيب خالد مغربي، طبعا في الوقت اللي كان فيه كمين البرص عليه ضغط شديد من الجماعات الارهابيه، في الوقت ده الشهيد احمد منسي كان عليه ضغط هو والجنود اللي معاه، فبعت استغاثه عن طريق الراديو وطلب دعم من اقرب نقطه ليه، وكانت اقرب نقطه ليه كان اللي موجود فيها النقيب خالد مغربي. وبالفعل اتحركت مدرعه بقياده خالد مغربي ومجموعه من الجنود، وكانوا رايحين عشان يساعدوا زمايلهم في كمين البرص ويتصدوا للعمليات الارهابيه اللي كانت بتقوم بيها المجموعات الارهابيه في الوقت ده. وفي الفتره دي الجماعات الارهابيه كانت متوقعه ان لما يحصل هجوم على كمين البرص اكيد اللي هم يطلبوا دعم من الكتائب المجاوره ليهم. ففي الطريق بين الكتيبه المجاوره وكمين البرص زرعوا عبوات ناسفه في الارض، واثناء مرور البطل الشهيد والمجموعه اللي كانت معاه انفجرت عبوه ناسفه في المدرعه اللي كانوا فيها واصابت كل الجنود اللي كانوا معاه. النقيب خالد مغربي وهو مصاب طلب دعم وعربيات اسعاف عشان الجنود اللي كانوا معاه والعبوه اللي انفجرت فيهم، لكن للاسف قبل ما يجي لهم الدعم وعربيات الاسعاف استشهد البطل خالد مغربي هو وكل الجنود اللي معاه. مات وهو حاطط المصحف على دماغه. اعداء الوطن ما ادالوش فرصه ان هو يساعد اخواته، مات قبل ما يوصل لهم، سبق اخواته للجنه نحتسبه عند الله شهيدا. خالد اتجوز قبل اربع شهور من استشهاده، مات قبل ما يشوف ابنه، مات عشان يحمي تراب بلده. خالد كانوا مسمينه في قريته جابر الخواطر علشان ما كانش بيكسر بخاطر حد، كان بيقول لهم انا مش ظابط انا زيكم. خالد كان انسان بمعنى الكلمه، لما عسكري عنده امه ماتت راح عشان يعذيب نفسه، ما كانش علاقته بالعساكر علاقه ظابط بعسكري. خالد كان علاقته بالعساكر كان بيعتبر اللي هم دول ولاده، مع ان فرق السن كان قريب لكن كان بيخاف عليهم وبيوجههم. خالد قبل ما يستشهد كان حاسس ان لحظه الفراق قربت، ساب وصيه لوالدته ووصاه ان هو يتدفن جنب جده. خالد قبل ما يموت راح وزار اخته وهو بيلعب مع اولاد اخته، جاب الادوات المدرسيه بتاعتهم وكتب رساله غريبه جدا، وكتب احبك يا اختي واحبكم جميعا، باقي ايام قليله من عمري استودعكم الله، ورسم صوره قبر. خالد قبل ما يستشهد كان حاسس من جواه اللي هو هيروح فداء لوطنه، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده
اللي احنا بنعمله ده اقل حاجه ممكن نقدمها للشهداء ضحوا بارواحهم عشان تراب الوطن ده. ومهما اتكلمت مش هقدر ان انا اوفيهم حقهم. تخيل لما شخص يبقى عارف اللي هو رايح يقابل الموت وعنده استعداد ان هو يضحي بحياته عشان تراب بلده. خالد مات لكن ذكراه لسه في قلوبنا، في لسه على ارض الوطن 110 مليون مشروع شهيد. خالد مات عشان يدافع عن تراب وطنه، خالد مات عشان احنا نفضل امنين في بيوتنا. في نهايه كلامي رحم الله الشهيد النقيب خالد مغربي وكل شهداء الوطن، مش هنقدر ان احنا ننساكم لان انتوا لسه عايشين في قلوبنا، عايشين في قلوبنا بذكراكم العطره. وطني يا مأوى الطفولة علمتني الخلق الاصيل، قسما بمن فطر السماء الا افرط في الجميل. زي ما وعدت حضراتكم ان احنا نثبت حلقه اسبوعيه ونتكلم عن بطولات شهيد من اللي ضحوا بارواحهم عشان تراب البلد دي. حابب اقول لحضراتكم ان الحلقه ان شاء الله هتبقى كل يوم اربع الساعه 8 او 9 مساء، وزي ما حضراتكم عارفين اللي ميعاد اللايف الثابت بتاعنا يوم الخميس. وطبعا ما ينفعش اني كلامي من غير ما اوجه رساله الشكر لكل اهلي واخواتي عائله مستر ترند. شكرا لكم على دعمكم المتواصل ليا، واسف على الانقطاع الفتره اللي فاتت لان كان عندي ظروف خاصه. احب حضراتكم تكتبوا لي تحت في الكومنتس اقتراحاتكم عن الشخصيه اللي تحبوا اللي احنا نتكلم عنها الاسبوع اللي جاي. ولحد هنا خلصت حلقتنا. ياريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام. فندم بعد ما خالد اكل اكل الجنود، والله العظيم كان بياكل اكل الجنود يا فندم. الصحة وهي دي حياتنا، هي دي الصحة وهي دي حياتنا، يا بقينا ابطال وحدتنا، يا بقينا ابطال وحدتنا. قبلها كنا في وسط الزحمة، قبلها كنا في وسط الزحمة، دلوقتي بيسمعوا حكاياتنا، دلوقتي بيسمعوا حكاياتنا. صعقات عملت للرجالة، صعقات عملت للرجالة، حد ضعيف واستنى ده محالة، حد ضعيف واستنى ده محالة. أنت الله على طول من بيننا. Let's go, let's go.